اقترب النزاع في السودان من طي شهره الثالث، وفي الأفق مبادرة جديدة تطرق أبواب الأطراف المتقاتلة على أمل إيجاد حل نهائي للأزمة. المبادرة تقدمت بها دول جوار السودان السبع خلال قمة جمعتهم في القاهرة، وتضمن البيان الختامي للقمة دعوة إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية تعقد اجتماعها الأول في دولة تشاد، كما أكد البيان على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني وضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح خلال القمة رؤية مصرية من 4 بنود لإنهاء الأزمة السودانية، كما دعا إلى توحيد رؤى دول جوار السودان بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد. أما بخصوص القاسم المشترك الذي جمع مواقف قادة الدول المشاركين في القمة، فتمثل في التحذير من الآثار والتداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة للأزمة السودانية على المنطقة ودول الجوار. قمة دول جوار السودان تزامنت مع جولات إقليمية مكثفة يجريها سياسيون وقادة حركات وأحزاب سودانية للضغط في اتجاه وقف الاقتتال بين قوات الدعم السريع والجيش. وفي أولى ردود الفعل على قمة القاهرة، رحب مجلس السيادة السوداني بمخرجاتها وأعرب عن حرصه على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب في السودان وفق تعبيره. وأيضا رحب مجلس السيادة الذي ينضوي تحت عباءة الجيش بمخرجات القمة، جاء موقفه إذن خلافا لموقف الجيش من مخرجات اجتماع إيجاد التي رفضها بسبب ترأس كينيا لجلساتها، معطيات تدفع بمحصلتها النهائية إلى التساؤل عن مدى فرص نجاح قمة دول جوار السودان في وقف الحرب في السودان قياسا بمبادرات وجهود سابقة لم تختلف في أدواتها وجوهرها عن مضامين مخرجات قمة القاهرة. نناقش في الخبر بقية هذه إذن في هذه الحلقة فرص نجاح قمة دول جوار السودان في وقف الاقتتال فيه، ونسأل عن الأدوات الجديدة للقمة في سبيل تحقيق ذلك، وعن مدى تجاوب طرفي النزاع مع مخرجاتها، كما نقف عند تحذيرات القمة من الآثار والتداعيات المستمرة للنزاع على المنطقة ودول الجوار السوداني. وينضم إلينا في النقاش هذا من الدوحة أحمد أبو شوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر، وأيضا من القاهرة السفير معتز أحمدين خليل، سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة. وأيضا ينضم إلينا من ستوكهولم ياسين أحمد بعقاي، رئيس المركز الأثيوبي للدبلوماسية الشعبية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد خليل في ضوء البيان الصادر إذن عن مؤتمر دول الجوار في القاهرة، إلى أي درجة بتقديرك تجوز المقارنة بين مخرجات مؤتمر دول الجوار، أو إن صح التعبير هذا التكتل، هذه المبادرة، سميها ما شئت، مقارنة مع مقاربة إيجاد للنزاع السوداني؟ هل يجوز القول هناك مقاربة سياسية من جهة مقابل مقاربة أخرى ربما تعتبر أن الموضوع العسكري هو يعني الحل، من خلال ما جرى الحديث عن احتمال الذهاب إلى نشر قوة إقليمية أو دولية في السودان كحل؟ سيد خليل هل تسمعني؟ إذن لا يبدو أن ضيفي من القاهرة قادر على سماعي بشكل جيد. ربما ربما أتحول. أنا أسمعك خليل أبو شوك اللي مش سامعك. أنا معتز أحمدين خليل، أسمعك جيدا. سيدي سؤالي لك، تفضل. طب إذا كنا نتحدث عن فرص نجاح هذه القمة، فأول نقطة في نجاحها أن هناك اتفاق بين جميع الأطراف أو إجماع، تم اتخاذ القرار بتوافق الآراء وبدون مشاكل تذكر أو بدون مشاكل على الإطلاق. العلامة الثانية لنجاح هذه القمة أن الحكومة السودانية الحالية سرعت بإصدار بيان أشادت فيه بنتائج القمة ومخرجاتها وأبدت استعدادها للتعامل معها.
ننتظر رد قوات الدعم السريع، لكني أتوقع أن تؤيد نتائج القمة كذلك وتعلن استعدادها للتعامل مع هذه النتائج. من جهة أخرى، الأدوات كما ذكرت في التقرير قبل أن نتحدث حاليا، الأدوات هي نفسها الأدوات التي استخدمتها دول أخرى، لكن المقاربة مختلفة. يتوقف النجاح في النهاية على مدى القدرة على استخدام أدوات جديدة لإنشاء آلية سياسية تؤدي في النهاية إلى حل الأزمة من جذورها، أي الخروج الآمن لمختلف الفصائل المسلحة وإطلاق عملية سياسية فعالة لتولي حكم مدني مستدام وفعال في السودان. طيب يعني سيد أحمد ممكن الخليل أن أضيف إلى للمتابعة، ذلك كذلك، تفضل تفضل. أضيف إلى ذلك طبعا أهمية الضغط على الأطراف الخارجية التي تساند هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتحاربة من أجل وقف مدها بالسلاح أو الدعم حتى تتوقف الأعمال القتالية والانتهاكات المختلفة لحقوق المدنيين والمحافظة على أرواح شعب السودان والمساهمة في إيصال أدوات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الضرورية لتخفيف وطأة الحرب. طيب يعني قبل أن أتحول إلى ضيفي لأتابع معك فقط، يعني أنت ذكرت أنه أهمية مواقف الدول الإقليمية جميعا من النزاع السوداني، لنركز على مواقف دول الجوار تحديدا، لأن ربما يعني قرأ بأن غاية مؤتمر دول الجوار هو الحفاظ على موقف جامع لهذه الدول، علما أن المواقف متباينة. هل تتحرك مصر في يعني هذه الخطوة انطلاقا من استشعارها بأن هناك تداعيات على دول الجوار هي الأكثر تضررا منها ربما؟ هو يعني حتى نكون صراحة، الأكثر تضررا هو الشعب السوداني ودولة السودان نفسها. طبعا هناك يعني انعكاسات يعني خطيرة على دول الجوار، منها نزوح اللاجئين والضغط على الموارد الذي أدى إلى تضييق شروط حصول الإخوة الأشقاء في السودان على تأشيرة الدخول إلى مصر بعدما أن كانت مفتوحة للنساء والأطفال ما دون 18 والرجال فوق 50 على ما أعتقد. تم تضييق هذه الشروط ونرجو أن يتم التوصل إلى صيغة ما لتحسينها، خصوصا وأن المؤتمر كذلك أشار إلى تطلع دول الجوار إلى الحصول على بعض المساعدات التي تعهد بها المجتمع الدولي لحل الأزمة من أجل المساهمة في مواجهة أزمة اللاجئين. نعم، ولهذا يعني جاءت بنود التي ركز عليها الرئيس السيسي في هذا الإطار على الأقل في بندين من المساعدات. سيد بعقاي، يعني هل برأيك إثيوبيا بعد هذا المؤتمر يعني مستعدة توافق أو التلاقي مع ما جاء في البيان، أم أنها ستظل كما يراها البعض تذهب باتجاه موازن تدفع بخيارات أخرى ربما أقرب إلى مبادرة إيجاد من ما صدر عن المؤتمر دول الجوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا شكرا على الاستضافة أستاذة نادية، وكما أحيي بضيفك الكرام والسادة المشاهدين. بتقديري أن نادية قمة، زميلتنا في المقابلات معك نجلاء، عفوا تفضل نجلاء، سوري، عفوا أستاذة نجلاء، عفوا، تفضل. يعني شكرا على الاستضافة. أهلا بك. أنا بتقديري ما يعني ما حدث اليوم في قمة جوار السودان بدعوة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعني هذه القمة بالنسبة لي يعني هي تعتبر قمة مكملة وداعمة، لأن كان ركزت على دول الجوار، ودول الجوار هي متضررة بالحرب في السودان وخاصة البعد الإنساني والأمني. فبالتالي كان حرص أن هذه القمة يعني ترسل رسائل للاتحاد الأفريقي والإيجاد، وخاصة هناك الآن مبادرة الإيجاد جزء من المبادرة الأفريقية، وبحضور أيضا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي، وكذلك بحضور ممثل جامعة الدول العربية. هذا إنما يدل على أهمية الاستماع إلى دور أو لآراء ودور دول الجوار المتضررة مباشرة
يعني أمنيا إنسانيا. فبالتالي الكل، وأنا أعتقد أيضا حضور يعني فخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد والرئيس رئيس جنوب السودان، بحكم أن أثيوبيا وجنوب السودان هم يعني عضوتان في اللجنة الرباعية للإيجاد، أنا أعتقد هذا الحضور كان له دور كبير جدا. وأكيد يعني ردا على سؤالك، أنا أتمنى الآن يعني طالما هناك إجماع في قمة القاهرة جو حول يعني حول وحدة السودان وأراضيه وعدم التدخل الخارجي، ولكن أنا فهمي لعدم التدخل الخارجي الذي أجمع عليه الحضور كل نعم الذين حضروا يعني الرؤساء، هو يقصد التدخل الدولي الخارجي وليس التدخل من أفريقيا، لأنه الاتحاد الأفريقي لديه آليات، والإيجاد كمان لديه آليات في فز يعني فد النزاعات الموجودة داخل أفريقيا. فالتدخل الأفريقي ليس تدخل في الشؤون الداخلية للسودان. على سبيل المثال أعطيك صحيح، الاتحاد ولكن الأفريقي يعني ساهم البيان كان واضحا بفكرة أن إبقاء يعني ضرورة وقف العنف أو وقف التصعيد، ولكن أن يكون هناك حل داخلي سوداني سوداني، أن يكون موقف دول الجوار واحد من دون تدخل إقليمي وخارجي. سأعود إليك، ولكن أريد أن أتحدث إلى سيد أحمد أبو شوك. بتقديرك، هل يهم ما صدر عن مؤتمر دول الجوار أو حتى ما صدر قبل أيام عن إيجاد، ما لم يكن هناك تجاوب من طرفي النزاع مع المخرجات، تحديدا الآن فيما يتعلق بمؤتمر دول الجوار، هل بتقديرك يكفي أن يكون مجلس السيادة مرحبا أو أن قوات الجيش يعني متجاوبة مع ما صدر في مؤتمر دول الجوار؟ والأستاذة نجلاء، مؤتمر القاهرة يجب أن تنظر إليه من جانبين. الجانب الأول هو الجانب الإجرائي، وأنا أتفق مع ضيوفك من القاهرة ومن السويد بأنه من ناحية إجرائية في نجاح. من ناحية الحضور الشكلي، دول الطوق السبع حضرت، الدول المجاورة للسودان، وبتمثيل على أعلى مستويات. هذا من الجانب الشكلي. من الجانب الزمني، أنا بفتكر إنه الإطار الزمني إطار مهم، بمعنى إنه السودان أو حكومة السودان قد رفضت ما جاء في مخرجات الإيجاد، لذلك وجدت نوع من القبول والارتياح بالمخرجات التي صدرت في مؤتمر القاهرة أو اجتماع القاهرة، لأن الاجتماع أمن على شيئين في صالح الحكومة، وشيء آخر لم يكن في صالح الحكومة. الشيئان اللذان في صالح الحكومة، أولا وصف الصراع بأنه صراع داخلي ولا يجوز أي تدخل من أي دولة خارجية. الشيء الثاني أعطى فرصة لأنه مسألة الحوار ومسألة الحلول متروكة لأطراف الصراع، وهذه الأشياء التي استجابت إليها الحكومة السودانية. إضافة إلى ذلك، ابتعد عن مخرجات إيجاد التي تنادي بتدخل خارجي وفرض حظر جوي وما إلى ذلك من أشياء. لكن الأشياء التي ظلت متواصلة أو متفق عليها هي عملية التساوي بين أطراف الصراع. يعني نلحظ أن مخرجات مؤتمر القاهرة من الناحية الموضوعية ساوت بين الدعم السريع والجيش السوداني. إضافة إلى ذلك، واضح أن الدول الجوار لا تريد أن تستخدم مسألة الحكومة السودانية، تستخدم الجيش السوداني، وهذه مسألة غير مريحة بالنسبة للحكومة السودانية. إذا كانت هذه قضية داخلية والحكومة السودانية تنظر إلى الدعم السريع بأنه جهة متمردة، فلم يكن من المقبول إليها أنه تساوي بينهم. إضافة إلى ذلك، الأضرار الواقعة على المواطنين أيضا حملت الطرفين بطريقة متساوية فيما يختص باحتلال منازل الأهالي والنهب طيب الذي جيد، حصل ولكن في الخرطوم والتدمير الذي حدث بالنسبة للمرافق العام. ولكن إذا يعني انتقلنا إلى من أي درجة الناحية إبقاء الإجرائية، يعني ولكن فكرة إبقاء الموضوع بين طرفي النزاع ربما هذا يعقد أكثر. سيد معتز أحمدين خليل، هذه النقطة بتقديرك إلى أي درجة فعلا يعني
تذهب النزاع إلى طريق مسدود، خصوصا وأنه في مقابل ذلك أيضا تشكلت هذه الآلية الوزارية التي تتحدث عنها، يعني تحدث عنها المؤتمر، وكأن الغاية منها ليس فعليا إيجاد حل، بما أن الحل سيكون داخلي، هي فقط لتأمين أن موقف دول الجوار سيبقى على صف واحد، يعني وكأن الهم هو هم دول الجوار وليس فعلا إيجاد حل للنزاع السوداني. يعني أولا حل النزاع السوداني وحل أي نزاع داخل أي دولة هو من مسؤولية الأطراف وشعب هذه الدولة قبل أن يكون مسؤولية الأطراف الخارجية، وإذا لم يتحمل الأطراف بما فيها الشعب نفسه والأطراف المتنازعة مسؤوليتهم من أجل وقف هذا القتال، فمن الصعب أن يؤدي التدخل الدولي إلى أي تغيير في هذا الموضوع. لذلك أعتقد أن البيان لم يأتي بجديد وأتى بعناصر مهمة ومتفق عليها. أريد أن أعود فقط إلى نقطة سابقة أثرها الضيفان الكريمان في السابق اللذين تحدثا الآن، وهو أنه لا يوجد تنافس بين المؤتمر دول الجوار ولا الإيجاد، بل دعيني أقول أن مؤتمر دول الجوار هو خطوة مهمة جدا ولها فرصة للنجاح، لكنها جاءت متأخرة. من الضروري طبعا أن تأتي متأخرا، أفضل من ألا تأتي على الإطلاق، لكننا لاحظنا أن كانت هناك آلية جدة بوساطة سعودية أمريكية قبل ذلك، لكنها للأسف لم تنجح، كما أننا لا نستطيع الاعتماد على الأمم المتحدة بسبب النزاع الحالي في أوكرانيا والتنافس بين الصين والولايات المتحدة، وبالتالي عدم إمكانية اتخاذ قرارات من مجلس الأمن، وبالتالي المسؤولية الأولى للشعب السوداني وللأطراف المتحاربة في السودان، وتأتي المسؤولية الثانية لدول الجوار. طيب. فكرة إنشاء آلية وزارية ووضع إطار زمني، هذا يساعد على حث الأطراف الداخلية في السودان على تحمل المسؤولية، وإذا طلب من دول الجوار، وأنا يعني لا أشك في أن دول الجوار كلها سواء مصر أو أثيوبيا أو تشاد أو الدول الأخرى والاتحاد الأفريقي تجري اتصالاتها بجميع الأطراف، فلا نستطيع أن نقول أننا نترك الصراع للأطراف الداخلية فقط. سيد بعقاي، نقطة دعم مسار جدة بالنسبة لمقاربة حل النزاع، إلى أي درجة فعلا أثيوبيا تريد أن تدعم هذا المسار؟ وهل برأيك يعني واحدة ربما من نواقص البيان اليوم أو حتى نواقص ما خرج عن مجمل المواقف السابقة لدول الجوار أنها لم توضح كيف يمكن تأثير على طرفي النزاع إذا كان الحل لابد أن يكون داخليا سودانيا؟ نعم، يعني كل المبادرات السابقة، مثلا مبادرة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كانت يعني ساهمت في يعني إحراز نجاح كثير ما يتعلق بالهدن، ولكنها لم تستطيع إيقاف الحرب. فأنا أعتقد يعني أتفق مع ضيف الكريم من مصر إنه يعني قمة القاهرة لدول يعني جوار السودان هي مكملة وداعمة، ولا ننسى أيضا البعد الإنساني. أمس كثير من النازحين من الحرب هم يعني نزحوا إلى الدول المجاورة للسودان، فبالتالي هناك نداء للمجتمع الدولي، لمنظمة المجتمع الدولي بأن يقوم بمنح ودعم، لأن هذه الدول أيضا تتحمل يعني مسؤولية أخلاقية ومسؤولية الجوار وكذا. ولكن نعود إلى الآليات، يعني إذا كان حتى هناك في توصيات من النقاط الثمانية التي خرج بها البيان الختامي لاجتماع القاهرة، أن يكون هناك يعني اجتماع في تشاد وتشكيل يعني آلية وزارية، لكن يبقى أنه الآن يعني حتى الدول التي حضرت اليوم معظمها بعدها في عدوى في الإيجاد، مثل إريتريا والسودان ما عدا مصر ودول أخرى. فبالتالي الإيجاد الآن بعد أن جرب، بعد المناشدة، قام بكل المحاولات المناشدة والمطالبة، لكن لم تؤثر على طرفي الصراع. فبالتالي يأتي من هنا محاولة الضغط على طرفي الصراع
بإرسال يعني قوات شرقية كما فعلت الإيجاد في السابق في الصومال أو في جنوب السودان. وهنا نعود إلى نقطة التباين ربما بين مقاربة نعم. إيجاد ودول مؤتمر الجوار. دعني أسمع من سيد أحمد أبو شوك عطفا على ما ذكرته سيد بعقاي، فكرة يعني ملف اللاجئين كان واضحا من الكلمات يعني رئيس السيسي وأيضا كلمات الدول المشاركة منها رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، تحدث عن مخاوف محددة، موضوع اللاجئين، موضوع أيضا انتشار الأسلحة الخفيفة، هناك خوف واضح يبدو لدى دول الجوار من انسحاب هذا النزاع الداخلي بأوراق وملفات متعددة إلى داخل هذه الدول. مصر هناك من يقول يعني هي تخشى أيضا الموضوع الأمني، ولكن تخشى من أن تخسر ورقتها مع أوروبا بفكرة الحفاظ على موضوع الهجرة من أراضيها أو من حدودها إلى أوروبا، لأنها استوعبت ما استوعبته ولا تريد أن يكون هناك تدفق أكثر. سيد أحمد أبو شوك، نعم. إيش السؤال أستاذة نجلاء؟ سؤالي هل برأيك أن هذه المخاوف هو المحرك وهذه التداعيات؟ دول الجوار الأفريقي أبو أوضحت أن مخاوفها على 3 مستويات. المستوى الأول يتخوف أنه امتداد هذا الصراع أو إطالة أمد هذا الصراع يؤدي إلى توسع الحرب أفقيا، وتوسع الحرب أفقيا إنها تتحول إلى حرب أهلية داخل السودان وعندها أبعاد إثنية مختلفة. هذا ينعكس على المستوى الثاني، والمستوى الثاني يرتبط بأمن الدول الأفريقية المجاورة وأمن القرن الأفريقي على وجه التحديد. إذا لم يكن هنالك استقرار في السودان يؤثر سلبا على الأمن القومي في المنطقة، لأنه في مصالح مشتركة ومتقاطعة بين الدول المتجاورة. على المستوى الثالث هو فيما يختص بالهجرة إلى أوروبا، لأن قوات حرس الحدود الموجودة في السودان كانت إلى حد كبير أو قوات الدعم السريع بتفتكر نفسها هي مسؤولة من الحد من الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، ومقابل ذلك كانت تتعاطى بعض التأييد والسند من دول الاتحاد الأوروبي. هذه هي المخاوف. المخاوف الأخرى ترتبط بحركة اللاجئين الذين تضرروا من الحرب داخل السودان ولجأوا إلى جول الجوار. هذه ترتب تبعات مادية على موارد هذه البلاد. لذلك كان هنالك مناشدة بالنسبة للدول الأوروبية والدول المانحة إنها تساهم في تغطية نفقات اللاجئين السودانيين الموجودين في دول الجوار. هذه المخاوف المرتبطة بدول الطوق الأفريقي المحيطة بدولة السودان. سيد أحمدين خليل، بتقديرك يعني هل استكمالا لموضوع الآلية الوزارية سيتحول الموضوع كما عادة كل اللجان التي تتشكل، أم سيكون هناك تبلور لتفاصيل أكثر عن كيف يمكن أن تتحرك؟ لأن نحن نشهد الآن هناك عدد من قادة الدول الأفريقية يقومون بجولات لإيجاد يعني نقاط تلاقي أكثر فيما يتعلق بالنزاع السوداني أو في آلية حله. نعم، سؤالك هذا مهم جدا. فالآلية الوزارية لديها فرصة، وكما نقول هناك يعني فرصة للنجاح وفرصة للفشل. أعتقد أنه يمكن استغلال مساندة الحكومة السودانية لمخرجات مؤتمر دول الجوار من أجل البناء على ذلك، وكذلك استغلال فرصة إحساس المجتمع الدولي بالمخاطر التي أثارها الضيف الكريم من الدوحة حول تداعيات الأزمة في السودان. وكذلك لا أتصور أن قوات الدعم السريع مثلا سترفض هذه النتائج، لأني كما ذكرت نتائج مؤتمر الإيجاد ومؤتمر دول الجوار الجوهر واحد. ربما تكون السودان قد تحفظت على فكرة إرسال قوات وموضوع المساواة الزائدة بين الطرفين كما أشارت نتائج الإيجاد، لكن الجوهر واحد وهو وقف القتال ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة. هناك عنصر إيجابي آخر، أن المقاربة في مؤتمر دول الجوار على ما يبدو هي مقاربة سياسية أكثر منها أمنية، لأن المؤتمر مؤتمر لوزراء الخارجية وليس
للمسؤولين الأمنيين. أكيد العنصر الأمني يدخل ويساهم في يعني صحيح، أشرنا إلى تقليب ذلك في الأمور البداية. وتحليل الأمور، لكن نعم سيد، تغليب العنصر السياسي مهم، مهم سيد بقاي، بتقديرك ويعني قد يكون له وضحت فرصة هذه من النقطة. أجل نعم الحل. سيد أحمد خليل، سيد بقاي سريعة، هل تعتقد سيكون هناك تجاوب دولي مع مخرجات مؤتمر دول الجوار أو دعم كما كنت تشير سابقا؟ أنا بتقديري يعني سيكون هناك تجاوب دولي يعني مخرجات قمة القاهرة، يعني لكن هذا الدعم هو حيكون في إطار الاتحاد الأفريقي. لا ننسى الاتحاد الأفريقي لديه الآن مبادئ، ونجح أيضا في إسكات البنادق في عدد من الدول من ضمنها أثيوبيا، فبالتالي ستكون يعني دعم لمخرجات مؤتمر القاهرة ولكن في إطار نعم الاتحاد الأفريقي، لأن الاتحاد الأفريقي والإيجاد يعني داخل البيت الأفريقي أو الاتحاد الذي يملك الآليات واللجان، ولديه لجان تاع السلم، ولديه أيضا قوات حفظ السلام. فأنا أعتقد ستكون يعني واضح، هناك بالإطار والتنسيق، وربما يعني حضور رئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس الإريتري إسياس أفوركي ورئيس جنوب السودان، هذه نعم كانت فرصة كبيرة لإيجاد أرضية مشتركة لتفعيل وتفهم أيضا مطالب الجيش السوداني الذي لديه تحفز على رئاسة الرباعية من قبل كينيا. صحيح، فأعتقد ستكون هناك ربما نوع من التغيير والاستدراك واحتواء كل أطراف دينامية الصراع، جديدة، بحيث يكون وضحت هذه النقطة بديناميه سيد جديدة. بقاي. نعم شكرا لك من ستوكهولم ياسين أحمد بقاي، رئيس المركز الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية. أيضا أشكر من القاهرة السفير معتز أحمد خليل، سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، وأشكر من الدوحة سيد أحمد أبو شوق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا لختام للخبر بقية.